السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. طبعا بذكر كل أصدقائنا محبينا وأصدقائنا اللي حابين ينضموا لينا وبيسألوا على مواعيد برنامجنا، إحنا يعني مواعيد برنامجنا ثابتة في رمضان من الساعة 1 للساعة 2، الإعادة الساعة 6، ومتواصلين مع حضراتكم طول أيام الأسبوع. وأتمنى أن حضراتكم تزوروا كمان صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، ومن خلال صفحتنا بنعرض عليها كل حاجة بتتم على مدار الأسبوع من خلال حلقاتنا. حضراتكم تكتبوا بس سيرش أو بحث على اسم الوصفة اللي بتحبوها أو اللي عايزين تسألوا عليها، إن شاء الله تطلع لكم بسهولة. وأنا بشكر من خلال برنامج السوشيال ميديا على يعني إن هم منتبهين معنا ودايما بينزلوا الحلقات في مواعيدها، أنا بشكرهم جدا. ولو في أي تقصير هقول برضو على الهواء إن إحنا مش هنشكرهم جدا وهنقول أي حركات كده ولا كده، عشان إحنا في الآخر كل أصدقائنا وحبايبنا يحبوا يدخلوا فورا بعد ما الحلقة بتخلص علشان يشوفوا الحاجات اللي إحنا عملناها، لأن أنا طبعا بشكرهم جدا. طبعا دول أصدقائنا القدام، حبايبنا اللي كانوا مواعيد برنامجنا كانت مناسبة ليهم ولكن مواعيد شغلهم ما بقتش تسمح لهم انهم يشوفوا برنامجنا، بشكرهم طبعا من خلال برنامجي وبقول لهم الصفحة متواصلين معاك واي حاجة عايزينها قولوا لنا واحنا نبعتها لكم فورا ومباشرة وما بنتأخرش في الردود. كمان بذكر كل حبايبنا بجروهي منتجات جروهي، واتمنى ان حضراتكم تزوروا اقرب فرع من فروع جروهي. الفروع هتنزل امام حضراتكم على الشاشه، واتمنى انها تنول رضاكم المنتجات بتاعتهم وكمان الخصم اللي هتحصلوا عليه من خلال برنامجي مطبخ عظيمه على قناه المحور. طبعا معايا النهارده بصوا يعني مفاجاه لطيفه جدا انا عن نفسي يعني سعدت بيها جدا، وهي المنظف للصحون بالليمون باور لوكس. انا يعني شايفه ان هو ما يقلش عن حاجه معينه مشهوره جدا كلنا عارفينها بالليمون برضو، لكن هو ما شاء الله عامل العبوه الاقتصاديه العبوه العاديه، وعامل كمان الجرك الاقتصادي الأربعة كيلو للي حابب يبقى عنده. الفوم بتاعه كويس جدا، بيرغي كويس جدا. انا يعني مش محتاجين احنا نحط الكميه، في انواع بتتهدر فيها الازايز لمجرد استخدمها يومين ثلاثه على كم صحون كتير بغسلها في البيت، فانا مع القليل اللي ايه اللي تو ذا بوينت زي ما بيقولوا الهدف نفسه بيحققه على طول. فباور لوكس اتمنى حضراتكم تجربوه تقولوا لي. طبعا الليمون كلنا عارفينه حاجه ناعمه وملطفه جدا لبشره الايد، اتمنى حضراتكم تجربوه. خلينا نقول النهارده احنا هنعمل ايه بس، وقبل ما نبدا نروح فاصل هنعمل النهارده ام اسلام حبيبتنا كانت طالبه فتات الشاورما. انا النهارده الحقيقه عملت الحلقه دي مخصصا عشانها، يوم الخميس هتكون الحلقه خصيصا عشان فراوله وعلشان حبايبنا اللي طلبوا الرز اللي بالكبد والكراوي والمكسرات، هيكون يوم الخميس ان شاء الله. النهارده هنعمل فتات خفيفه ولطيفه، في ناس بتبقى عايزه تعمل حاجه سريعه وجبه متكامله فيها بروتين وفيها نشويات وفيها خضار وفيها مكسرات وفيها كل حاجه. خلينا نقول هنعمل النهارده فتت الشاورما اللحمه، فتت الشاورما الفراخ، هنقدم شاورما اللحمه مع رز ابيض بسمتي، هنقدم شاورما الفراخ مع رز بالزعفران بس، وهنعمل التمر هندي مع الكركديه ميكس مع بعض. وهقول لكم انا طريقتي في التمر الهندي بعمله بالطريقه دي، ان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفات النهارده. وخليني قبل ما ابدا اقول اي حاجه احنا هنستسمع حضراتكم طبعا نطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل نبدا اول حلقتنا ونستني حضراتكم. ونغني معاك على دق الطبله اللي يصحينا ينادينا. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. احنا هنبدا دلوقتي نعمل شاورما اللحمه، هننقع شاورمة اللحمة دي، ممكن تتعمل قوي النقعة دي من بالليل او على الاقل قبل الوقت بساعتين علشان ايه تتشرب كويس من الوقت، يبقى ليها طعم وتيست حلو، كمان انسكة اللحمة تبقى طريت وتساعدنا انها تستوي على طول ما تاخدش منها وقت في التسوية. انا جايباها اللحمة فيها شوية من الدهون، حضراتكم زي ما يعني اللي بيحب حاجة يحطها، مثلا في ناس بتحب طعم اللية ممكن تحط قطعة لية معاها بس تاخد منها أو تدوبها هي الأول، بعدين تبدأ تنزل تشيلها أما تنزل دهونها في معلقة سمنة، وبعدين تبدأ تروح شايلها وحط بقية اللحمة فتديها الطعم من غير ما تكون موجودة داخل الشاورما. خلينا نقول المقادير. طيب الفتة الخاصة باللحمة، فتة شاورمة اللحمة، هنعمل معاها رز اتفقنا بالزعفران، عندي كيلو لحمه شرايح، زيت زيتون، تلت كوبايه من الخل، معلقه كبيره بهارات، بهارات لحمه او سبع بهارات بتاعتنا عادي، معلقه كبيره كزبره جافه، ملح وفلفل، نص معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره قرفه، طماطم مفرومه ده بقى لما نيجي نسويها، مع فلفل اخضر شرايح، مع بصل شرايح، بقدونس مفروم، عيش محمص للتقديم، مكسرات حسب الرغبه. هنقول يعني كمان
عندي كيلو لحمه شرايح تكون لحمه فيها شويه دهون ملبسه، يعني نسبه مثلا 80% احمر و20% دهون. زيت زيتون، ثلث كوبايه خل، معلقه كبيره بهارات، معلقه كبيره كزبره جافه، ملح فلفل، نص معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره قرفه، طماطم مفرومه، وفلفل اخضر شرايح، بصل شرايح، بقدونس مفروم، عيش محمص للتقديم، وهنعمل مكسرات حسب الرغبه. تنفع كمان في العزومات، في ناس بتحب قوي فتات الشاورما ويكون حد من العيله، فبنعمل نوعين من الفته وبيحبوا ياكلوا قوي مع سلطات كتير، تبوله وخضره مثلا، والسلطات اللي هي زي التوميه وسلطات الزبادي، في ناس كتير بتحب قوي كده اكلات نواشف يعني. وهنعمل بقى مقادير الرز، خليني اقولها مع الشاورما. انا عندي مثلا 3 كوبايات من الرز البسمتي، هعمله مع ورق لورا وحبهان ومستكه، عود قرفه، ملح وزيت وميه سخنه، اللي عنده مرق هيسقي بيه، اللي عنده ميه سخنه تمام. بالنسبه للرز الابيض مع شاورمه اللحمه، ده رز ابيض انا هعمله رز. طب عندي صوص بقى، انا هعمل شويه صوص هحطه فوق اللحمه لما تطلع مع العيش مع شويه الرز. ايه هو الصوص ده؟ ده اختياري برضو. عندي زبادي على طحينه، دي لوحدها سلطه التارتار. خلاص هاجي بقى اعمل ازود معاهم شويه حمص مطحونين، هتبقى رائعه، بتدي تيست عالي جدا مع فتة اللحمه. ملح وفلفل وكمون، عصير ليمون، ثوم مفروم. يبقى تاني عندي زبادي وعندي طحينه، هعمل الطحينه عادي، اضيف عليها كوبايه زبادي ومع عصير الليمون مع الملح والكمون والفلفل وثوم مفروم، واضربهم مع بعض. عايزه ادعم الطعم قوي ويديله طعم تيست كده مختلف حلو، احط معلقتين من الحمص الايه المطحون، حمص حمص الشام، مش حمص الطبيخ ولا الحمص التاني. طيب اول خطوه هعملها ان انا هاخد كده المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه، بسم الله، وهحطها كروت هنا، هبعد بس المكونات بتاعت الصوص بعيد كده شويه، دخل دي هنا، وهاخد اللحمه بتاعتي، هبدا احط الاضافات. اول حاجه هنقع اللحمه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي في الخل، عندي الخل وعندي زيت الزيتون، هنجيبه دلوقتي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. كده حوالي نص برضو كوبايه، هقلب كده. بهارات، دي كزبرة، رشة من القرفة، معلقة صغيرة كده، هحط رشة ملح وفلفل طبعا، نص كوباية الخل دي اللي بتساعد اللحمة انها تبقى تمام جدا. واحط بس فصين توم، ده اختياري للي بيحب، انا هاخد فصين توم صغيرين، معلش هعملهم كده في وسط اللحم. خلاص دي المفروض تتنقع لما يبقى لونها غامق، تغمق بقى درجة اللحمة دي في التلاجة لتاني يوم عشان ابدأ اشتغل فيها كشاورما. انا طبعا مجهزة شوية مسوياهم، بس هنبقى نضيفهم بقى على دول في الاخر كده. هناخد بقى هنا على الجريل رشة زيت زيتون، وهاخد بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، شاورما، تمام كده، هاخد بس كده منزيل
خلينا بقى ايه بصل. حط شوية معاه في الاول وشوية في الاخر، شوية يبقوا للطعم بس مع اللحمة، والباقي هيتحط اول ما اللحمة تاخد لون وتتقلب تقلبتين تلاتة تبدأ تنزل المية بتاعتها. هحط بقية الايه اللي انا عايزاه من البصل. خلاص خليني بقى اجيب كده. ازود النار، لازم الجريل يكون حامي والنار حامية. نبدأ وهبدأ في العين التانية هنا اشغل بسم الله عشان ايه اعمل شوية الرز الابيض. محلات الشباب بتروحها تتسحر بقى الفتات والحركات كده، رشة الملح والفلفل، فلفل ده. هنشتغل في الصوص برضو، هنشتغل هنبدأ نحط توابلنا تاني عادي جدا. لو عايز بقى يضيف فلفل الوان مش بس فلفل اخضر اوكي. معانا مدام احلام حبيبتي يا روحي. اهلا اهلا يا حبيبه قلبي بنتي وحبيبتي عظيمه الجميله يا روحي، وحشتيني مدام احلام. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. نعمل ايه بقى رمضان يا روح يا روحي دايما عامر بوجودك يا فندم. بتابعك يا عظيمه، تسلمي. ده شرف ليا. بتعمل لنا حاجات حلوه قوي قوي قوي. الله يخليكوا ليا يا رب. ربنا يكرمك ويخليكي لينا يا حبيبتي. يا حبيبتي ويخليكوا ليا مدام احلام والله. الله يخليكي، وكل سنه وانتم طيبه واسرتك طيبه بخير واسره البرنامج كلها بخير يا رب. امين. وكل اصدقاء حضرتك واللي بيحبوكي بيسالوا عليكي دايما. حبايبي حبايبي بجد، مدام سهام ومريم، مدام كلهم كلهم كلهم، مدام نور الجميله يا روحي، مدام سميره وام اسلام كلهم والله حبيبي، مدام فاطمه طبعا ومدام احلام كلهم. ربنا يكتر يعني من احبابك مدام احلام. يا حبيبتي حضرتك تتحبي طبعا في الصعيد. طبعا انا بص يا جميل، قليل. انا عايزك تعمل لنا بقى كيكه الزبادي اللي بالشربات. من عينيا. اه والله بس كده تأمري. الله يخليك يا عظيم. والله بكره تتعمل مخصوص عشان خاطر حضرتك يا حبيبه قلبي. بكره باذن الله ان شاء الله. والله يا عظيم. تسلمي مدام احلام، تأمري امر يا حبيبه قلبي. واسره البرنامج بخير كلها. امين يا رب العالمين. هم طيبين. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب. شرفتيني ونورتيني. تحياتنا لبنوتك الاموره الجميله والاولاد طبعا، يعني ربنا مع حفظ المقامات طبعا. وحضرتك كمان والله. والله العظيم بجد حبيبه قلبي. ومجيزات حبيبتي يا روحي. حاضر يا فندم يا رب تكون سامعاكي يا رب. الف شكر يا حبيبتي. تسلمي نورتيني في حفظ الله يا فندم. مع الف سلامه حبيبتي. مع الف سلامه. الله يسلم عمرك حبيبتي. اتفضلي مدام احلام، شرفتيني. كان نفسي اسمع صوتك حبيبتي والله. متشكره جدا جدا جدا. مدام ايمان السعوديه وحشتينا والله، من فضلك يا ريت تكلمينا لان يعني ما سمعناش صوتك في رمضان وعايزين نطمن عليكي والله مش اكتر. وطبعا حبيبتي ربنا يا رب يعني يسعد ايامك اللي جايه وتعيشي وتفتكري يا رب، ويرحم كل امواتنا وكل امهاتنا وابهاتنا وكل اخواتنا اللي عزيز وغالي وشهدائنا كمان اللي اهاليهم بيفتقدوهم حقيقي والله. هم مش بياخدوا بس دعوه اهاليهم، بياخدوا دعواتنا احنا كمان. ف ان شاء الله يا رب يعني اللي جاي يكون اسعد لقلوبهم ان شاء الله. طيب انا حطيت كده البصل وحطيت الفلفل اللي هو الرومي وبدات اشوح. بصوا اللحمه بدات تنزل شويه ميه صغيرين، هسيبها لما تتشربهم خالص. طبعا هي النقعه بتاعه الشاورما بتفرق كتير. خليني احط شويه فصين توم كمان كده حلوين، بيطعموا اللحمه قوي 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 قوي، بتبقى جميله جدا. خلاص وهدي رشه تانيه كده تديني على صفار سنه. معانا ام اسلام حبيبتنا،
يا روحي قلبي ازيك؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يبارك لك حبيبه قلبي. تسلمي يا رب وتعيشي. وانت حبيبتي بقى معلش النور كان مقطوع لسه جاي. ايوه طبعا نوتي نوتي النور ده ده نوتي نوت ده وقته. ايوه هو ده نوتي هو ده وقته ده كده برضو. انت عايزه المقادير تاني بعد اذنك؟ عينيا. هتعملي لنا التوميه النهارده؟ التوميه عايزاها النهارده، ما لحقتش بقى. انا هعمل يعني سلطه تانيه غير التوميه. انت هتعملي فته الشاورما النهارده؟ هعملها النهارده اهي. هعمل صوص تاني من الطحينه وزبادي وحمص مطحون وتوم وعصير ليمون وحركات كده عليها. مش التارتار، هزود عليه بس حمص مطحون كمان. للحمه. عليكي ابداعاتك الجميله. هزود جميل عبقري ما شاء الله. كمان انا يعني الدنيا صيام بس انا هعكسك على الهوا. يا روح قلبي ما شاء الله يا روحي. حلوه عجبتك يا حبيبتي؟ يا حبيبتي اسلامي والله حلوه قوي. ثانك يو اشكرك حبيبه قلبي. يبارك بقى للايمان وتقوى يا رب كده عزيمه دايما. امين يا رب. ادعولي يبارك لك يا حبيبتي. وعايزه اقول الاغاني بتاعت رمضان الجميله اللي انتوا بتولعوها، الله الله، عايشونا فعلا حبيبتي. في جو رمضان. ايوه حلو قوي بجد. الاغاني بتاعت زمان كمان عمرها ما هتتعوض تاني. ما تتعوضش طبعا طبعا خالص يعني. طبعا ولا الناس بتوع زمان ولا خير زمان ولا بركه ناس زمان يعني. ما واللي بيروح ما بيرجعش تاني، دي حقيقه. بس احنا بقى نعوض في اللي جاي لاولادنا ولاجيالنا، هي دي الاهم حاجه بقى. اولادنا بقى باذن الله ان شاء الله يا روح قلبي. وبقول لمدام احلام كل سنه وانت طيبه وميرسي على معايدتك الجميله حبيبتي. ربنا يخليكي لينا يا رب ويخليكم بعض. ومتزيف ومدام سميره ما سمعناش صوتها. ايوه مدام ايمان وكلهم بجد كل الناس بتحبك قوي، صغيرين وكبار. انت مش عارفه يعني عامله لهم ايه يا عزيز. مش عارفه والله. لا العظيم عارفه حبيبه قلبي والله. ربنا يبارك انا بحبكم من قلبي، ده اكتر حاجه اقدر اقولها والله بجد. حبيبتي وسلامي للاستاذ احمد والشيرين والايه ميرسي ليها حبيبتي بجد. تسلم يسلم ذوقك واخلاقك وكلامك الحلو يا رب، ويسعد قلبك بابنك يا رب ام اسلام. شكرا يا حبيبه قلبي. عينيا هنزلك المقادير حالا. اي هتنزلها لك اهي. طيب انا هعمل حاجه، حطيت هنا عشان اعمل الرز الابيض، اديني بعيد تاني. معلقتين زيت، عايزين تطعموا بمعلقه واحده سمنه. اوكي شويه الرز اهم زي ما هو، هقلبه تقليبه. فصين المستكة دول والله بيدوا طعم رائع جدا. وعندي ميه سخنه، خليني اسخن الميه في كاتل جروهي القمر ده، عشان انا يعني الكاتل ده بقى ليه معزه خاصه. من كتر ما هو سريع ما شاء الله. بصوا انا بحب قوي الحاجات اللي ما تسحبش كهربا دي، يعني حاجات الموفره، مش بس كمان تكون عمليه، لازم تكون عمليه معايا كمان واقتصاديه في مصروفاتها. بقلب كده الرز، هحط حاضر رشه الملح وهقفل الرز وهخليكم تطلعوا فاصل من عيني. رشه الملح كده، وبعدين هحط الميه السخنه، وده رز بسمتي ابيض عادي كده. بسم الله. يعني كده ايه، كل كوبايه كوبايه ونص ميه. انا خلاص تقريبا بالوايم خلاص كده الواحد خلاص. بصوا بيغلي ازاي، اول ما يغلي كده هبدا اهدي النار واوطي كاني ايه هطفي النار واسيبه يتشرب كويس جدا. اهو ههدي النار، بس هستسمح حضراتكم مش هعمل حاجه ولا هضيف حاجه تاني على الشاورما، ونرجع ننزل المقادير لحبيبتي ام اسلام ونشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. انا هضيف دلوقتي شويه طماطم فوق الشاورما، و خلي بس دول كده اقلب، وهجيب شويه بقدونس كمان تقطع كده شوية بقدونس فاف هقلب. وبصوا انا معلش هحط بس ايه نقطة كده، نقطة طحينة خام نقطة، لان انا هزود الباقي في الصوص اللي هعمله يتحط فوقها، بس تدي تست للحمة. وانا حطيت فصين توم. عايزين ننزل المقادير، اول ما تبقوا جاهزين قولولي علشان مقادير الشاورما، عشان ام اسلام النور كان مقطوع. خلاص شاورمة اللحمة كده، وزودوا بس بعد اذنكم. انا هقول فصين توم نحطهم مع شاورمة اللحم. بصوا بقى كده انا حطيت زيت زيتون يا ام اسلام،
وشوحت فيه. اول حاجه حطيت تتبيله اللحمه، الخل وزيت الزيتون والبهارات كلها مع فصين ثوم، وسبتهم يتنقوا حلو على الاقل من ساعتين او من يوم لتاني يوم. خدت اللحمه على الجريل مع زيت زيتون على طول، ورحت مديها الصدمه، نزلت معاها شرايح البصل وشرايح الفلفل سواء فلفل اخضر او الوان، وبعدين بدات تدخل في التسويه. زودت تاني بقيه البهارات بتاعتي، القرفه والملح والفلفل والبهارات، وقلبتها مع بعضها كزبره جافه. وبعدين بدات تدخل في التسويه، رحت ضايفه الطماطم وشويه البقدونس، وحطيت معلقه الايه الطحينه. عملت رز ابيض جنبها بسمتي عادي خالص، وهعمل دلوقتي الصوص اهو، مستنيه حضراتكم تيجوا عشان الصوص اللي انا هقدمه ده يتقدم مع شويه الرز البيض مع العيش المحمص، ونعمل ايه شويه فته حلوين. خلاص انا هاخد كده من الحمص اهو شويه حمص هنا، الحمص ده حمص مطحون كده جميل هنا، وعندي هنا ثوم، وعندي طحينه شويه طحينه. معانا مدام سهام حبيبتي، مساء الخير مدام سهام. ازيك يا عمر؟ ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، يا عسل يا عظيم. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، وادي الزبادي. وانا قلت انت بنتي عظيمه. يا ده شرف ليا مدام سهام يا حبيبتي، تسلمي. ما تقوليش كده، انت بنتي الثالثه يا حبيبتي. يا روح قلبي ربنا يخليكي يا رب ويسعد ايامك. الله ينور عليكي حبيبتي وعيالك. امين يا رب، ويخليكوا ليا وينجحهم يا رب، ويجيبوا مجاميع حلوه يا عظيم. يا رب يا رب يا رب العالمين، امين. احنا وكل السامعين. امين يا رب. بقول لك ايه، عايزه ابص المايونيز والنبي عظيم. من عيني. حاضر حاضر، تسلم عينيك يا عمر. نزل لك المقادير يا جميل، بس كده. طب ابعت بقى سلام. اه طبعا ابعت سلام لمدام احلام اللي لسه مكلمه دلوقتي. ايوه ايوه، بقول لها كل سنه وانت طيبه يا قمر. ايوه، وبسلم على الاستاذ مرزوق. ايوه، ونورو وام مايكل ومدام ساميه في اسكندريه، بقول لها ربنا يشفيكي يا سمسمه. امين يا رب. ومريم ومرامي. ايوه، وفاطمه مدينه نصر. ايوه، ورورو. ده الا رورو، ده الا رورو، كله الا رورو. ايوه الا رورو، الا رورو بقى ما ينفعش. ايوه يا رب ويخليكي ليهم يا رب. ومدام عزه في الصعيد. ومدام عزه، وتحيه لكل اهل الصعيد حبايبنا، واسكندريه حبايبنا وكلهم. تسلمي يا رب مدام سهام وتعيشي حبيبتي، تسلمي، شرفتيني ونورتيني. طيب نزل المقادير اعمل هنا عشان ساعات بيفصل. خليني كده ايه اهو، وهنا كمان كده الرز اهو تمام. بصوا بقى هنبدا يتشرب، خليني ابص كده بالشوكه الرز الابيض اهو، شايفين على الشويه دول بقى، ها على الشويه دول هطفي النار واغطي كده طبعا، واغطي النار واسيبه على البخار يكمل بقيه تسويته. خلاص ادي الصوص. عملت ايه الصوص بقى؟ عملت صوص معلقتين كبار من الحمص المطحون، حطيت عليهم معلقتين كبار من الطحينه، حطيت عليهم كوبايه زبادي كبيره، قلبتهم كلهم مع بعض مع ملح وفلفل وكمون وعصير ليمون وفصين ثوم حلوين. وده الصوص اللي هحطه على شاورمة اللحمة مع شوية طبعا بقدونس. بصوا اهي الشاورمة اهي، الصوص ده اللي اتبقى منها شوية صوص نتيجة البهاريز بتاعتها بينزل على الرز والعيش، بيبقى روعة روعة، بيتاكل كده يبقى يعني ايه له شكل مختلف. خليني كده احط شوية مثلا من العيش المحمص في الفرن، احنا مش عاملين عيش يعني مقلي مش محمر، لكن هو محمص في الفرن. وخليني احط الاول ايه طبقه شاورما، اخد كده طبقه شاورما الاول وبعدين طبقه رز، ويبقى اللي بيمد ايده هياخد من المعلقه من فوق ومن تحت، فيها لحمه وفيها رز وفيها كل حاجه. بسم الله كده الأول طبقة هنا كده كده، وبعدين آخد بقى طبقة من الرز القمر ده، تعالى هنا هاخد مثلا رز هنا
كده. نعملهم طبقتين فوق بعض، يعني طبقه وطبقتين كمان. خلاص بعدين نحط الصوص. هيبقى خليني بس اشيله من على العين خالص، معلش انا ايه تعباكم معايا كده. وبعدين هنرجع ناخد طبقه من الشاورما. بصوا بقى البهاريز دي لما بتنزل بيتشربها الرز، تبقى روعه اهو، مع الطماطم. واحنا حطينا معلقه طحينه كمان على الشاورما، معلقه طحينه مع الخام، مش بتضاف لها اي حاجه يعني. معانا مدام ميرفت من حلواني، اهلا وسهلا. صباح الفل يا اجمل شيف. صباح الفل على حضرتك يا فندم. حبيبه قلبي، مش عارفه اشكرك ازاي على الزبادي، عملته بطريقتك، يا ربنا يبارك لك. يا روحي قلبي تسلم حضرتك، ايديكي وعينيكي اللي انت اللي وقفتي وعملتيه. يا نهار يا شيف عظيمه، والله انت متواضعه قوي، يعني بتعملي حاجات جميله والناس بتشكرك، وانت بجد ذوقك سابقك، ربنا يبارك لك. ربنا يخليكوا انتوا، يعني يسعد ايامكم دايما عامر بوجودكم يا رب. متشكره جدا، ولما بسالك على حاجه ربنا يبارك لك بتردي، ومتشكره ردك وذوقك على الواتس، بجد انت حد جميل، ربنا يبارك في ولادك. امين يا رب يا رب، احلى دعوه دي. كلها بتدعي لك يا رب، تحيه ليهم. ربنا يخليكي، وقريب بقى ايه نلاقيكي كده عند النبي في عمر قريب يا رب. اللهم صل وسلم سلم عليه يا رب جميعا يا رب كلنا، وحضرتك بالصحه والسلامه. ربنا منوره القناه ومنورانا، وشكرا جدا لمعلوماتك الممتازه. الله يخليكي حبيبتي، شرفتيني ونورتيني، ولو حضرتك ليكي اي طلب واموري. تسلمي مدام ميرفت، والله تسلمي، وتحيه لكل اهل حلوان يا رب، كل سنه وانتم طيبين كده. واحط الناحيه الثانيه هنا شويه الايه الرز هنا، بس خلوا برضو العيش يبقى باين. هنيجي بقى بالصوص الحلو ده، ناخد شويه، هاخد بقى بصوا هيسيح بقى فوق ال الله، مش قادره اقول لكم والله طعمه. دقته عند صديقه يعني سوريه، كانت عامله الصوص ده فوق الشاورما، عجبني قوي، ومسته انه فيه زبادي. خليني برضو ادعم اللحمه من الجنب هنا كده، بسم الله، عشان ايه كده هنا، مش عايزه ده تدخل معايا في اللحمه. هي جعانة تقريبا، العباية جاعت هي كمان كده هنا. ونحط الصوص بقى من ناحيتين. خلاص مش قادرة اقول لكم البهاريز روعة يا ولاد. اه يا ريت على الهوا. الله الكفته دي جميله، مين اللي عامل الكفته؟ الله منيره قدور، يا روحي تسلم ايديها وعينيها. القطايف منيره قدور، تسلم ايدك وعينك يا عزت. المعالق يا عزت، كوكتيل قطايف، تسلم ايديها والله. أم فاطمة يا حبيبتي تسلم إيدك وعينك، يا أم فاطمة بتسعديني والله بحاجتك القمر دي، تسلم إيديك يا روحي. أم فاطمة برضو عاملة الكورني الكنافة اللي بحشي إيه بقى، قشطة ولا كريمة؟ كريمة تقريبا، تمام، تسلم إيديك. بصوا بقى حبايبي اللي بعده إيه، دي كنافة بالكريمة، الله أم فاطمة تسلم إيدك يا روح قلبي. أم فاطمة عاملة العصير القمر ده، نختم بيه، تسلم إيديكي وعينيكي. حاضر يا حبايبي، تأمروا تأمروا والله. أنا دلوقتي جهزت طبق الشاورما، الصوص ده صوص جميل جدا، عبقري، خفيف، لطيف، عارفين إيه، ميكس بين الطحينة والزبادي، يعني بيقولوا لي جعانين حبايب قلبي والله. معلش يا حبايبي معلش، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. تحملوا تحملوا. هو ده اللي بيشتغل في برنامج مطبخ بيعاني شويه، معلش. حبايبي تسلموا. طيب انا هشيل ده احطه هنا، وهستسمح حضراتكم قبل ما ابدا في شاورما الفراخ. هنعمل ايه؟ هنرجع بقى، نطلع بس فاصل صغير، نرجع بعدها نبدا في شاورما الفراخ، وان شاء الله تعجب حضراتكم، مستنياكم. رجع
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. طبعا انا اتصدمت ان الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعه جدا جدا، واحنا طبعا مش عايزين نيجي على برامج تانية اكيد حضراتكم منتظرينها برضو. فانا هعمل النهارده التمر هندي على الكركديه، هقول بس بحط قد ايه كميات ويطلع العصير، واوعدكم بكره ان شاء الله نكمل الشاورما الفراخ هنعملها، ونعمل كيكه الزبادي المسقيه شربات عشان خاطر مدام احلام. بصوا تمر هندي، انا هاخد قطعه كده اهو، ده لو على لتر ميه الجزء ده وشويه الكركديه يعني حوالي 3 معالق، دي معلقه 2 3. عايزين تزودوا التمر ممكن احط حته كمان اهو، هيبقى كده عندي جزء يعني قطعتين اهم، القطعتين بتوع التمر الهندي اللي انا هحطهم عليهم 3 معالق كركديه اهم كده خلاص، وهصب عليهم لتر ميه. الفكره ان بس التمر الهندي بيعلي الضغط والكركديه بيوطي الضغط، احنا عايزين نعمل بالانس. في ناس بتتعب قوي تشرب الكركديه كتير وبتحبه، حطه على النار. كل اللي هعمله ان انا هسيبه يغلي وبعدين هحليه وهو سخن، يغلي غلوه واحده واسيبه منقوع واغطيه واسيبه على النار خلاص، مش على النار يعني اطفي النار واسيبه فقط لا غير، يتحلى بالسكر وتشربوه بالهنا والشفا. ومعلش الوقت جري بسرعه، بكره ان شاء الله نكمل اللي احنا ما عملناهوش النهارده عشان خاطر حضراتكم، واشوفكم في حلقه جديده. شكرا جزيلا، اتمنى يا رب من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.